مساء الخير. تيدكس اليوم الثيم تبعه Tales of Passion، يعني حكايات من الشغف. طيب ليش كلنا عم نحكي عن الشغف وليش اصلا الشغف مهم؟ من وجهة نظري الي، الشغف هو الحب والطاقة يلي دائما بتحفزك انك انت تشتغل على هدف معين او سبب، ومع كل نفس انت عم تاخده بحياتك الشغف عم بيكون موجود. بعض العالم ممكن تقلك اخي سالي قصة الشغف وروح لاقي لك شغلة تنفعك. هاي ليش؟ لانهم بيفكروا انه الشغف مجرد مشاعر والمشاعر بتتغير، بس لا بكل الاحوال الشغف اعمق من هيك بكتير. وانا هون لحتى شارك معكم مغامراتي بتثبت هذا الشيء. من انا وعمري 9 سنين بلشت اتعلم برمجة، كتبت الاف الاسطر، شاركت بكتير مسابقات برمجية، ربحت بكتير منها وهذا الشيء كان كتير رائع، وكمان خسرت بمسابقات تانية وهذا الشيء ما كان بروعة الربح، بس أنا تعلمت من الاثنين، من الربح ومن الخسارة. ليش؟ لأنه أنا كنت مستمتع بالتنتين وكنت بعرف إنه أنا عم ساوي اللي أنا بدي إياه بهي الحياة. القصة كلها بلشت من 10 سنين لما قعدت جنب أختي، كانت هي عم تكتب شغلات على الكمبيوتر، أنا ما كنت فهمان شو عم بيصير وقتها، كبست الزر، كتبت شغلات تانية، وبعدين صرخت بفرحة، أنا كنت تشتغل، ليش اشتغلت؟ أنا كنت مستغرب، ما كنت فهمان شو عم بيصير. بالنسبة لي أختي كانت عم تعمل سحر هي والكمبيوتر. بعد بفترة فهمت إنه أختي كانت عم تساوي شيء اسمه برمجة. بهي اللحظة عرفت أنا شو بدي يكون بهي الحياة، أنا بدي يكون مبرمج، أنا بدي يصير ساحر. ومن يوميتها اختي صارت انستي. ومن خلال كل التجارب اللي عشتها ومن كل العالم اللي اشتغلت معهم، عرفت انا بانه هي البرمجه والخوارزميات شغفي بالحياه. طيب ليش اصلا البرمجه شغفي بالحياه؟ اذا وقفنا للحظه واحده وفكرنا، منلاقي بانه البرمجه او الكمبيوتر ساينس ما لها مجرد اختصاص جديد، لانه كل المفاهيم البرمجيه بتجي من الرياضيات، والرياضيات بتجي من الفلسفه، والفلسفه بتجي من الحاجه لحتى نفهم حياتنا كلياتها. فاذا لحقنا هي العلاقه بيناتهم بنكتشف بانه البرمجه بتجي من حياتنا، بتجي من حاجتنا إلها. كل هاي الامور خلتني ارغب انه انا اكون مبرمج. وطبعا لسه ما حكيت لكم عن متعه الانجاز. من سنه وبعد بسنه طويله كثير من النجاحات والإخفاقات والتجارب اللي كتير مختلفة، تعلمت شيء مهم بهي الحياة، شيء كل العالم بتفكر بإنه هي بتعرفه بس هن مو مقدركينه أصلا. هالشيء هو إنه مو بمجرد أنت عندك شغف أو هدف رح تقدر أنت تنجح، القصة بإنك أنت قديش رح تآمن بهذا الهدف، قديش أنت رح تركز عليه وقديش حتلتزم فيه، قديش حيكون عندك إرادة لحتى أنت تشتغل وتتعب لحتى توصل لهذا الهدف. السنة الماضية وببعض الأوقات أنا ضيعت شغفي وضيعت إيماني بالأهداف اللي كنت عم اشتغل عليها. هذا الشيء خلاني إني ما أكون مركز وملتزم وعندي إرادة لحتى إني أنا أتعب وأشتغل لحتى أوصل لهذا الهدف. بس اليوم أنا بآمن إذا أنت كنت مركز وملتزم وعندك إرادة رح تقدر تشتغل وتتعب لحتى توصل لهذا الهدف. مثال على هي الفكرة، إيلون ماسك من حوالي 10 سنين سحب كل أمواله من باي بال واستثمر هي الأموال كلياتها بثلاث شركات وبثلاث صناعات مختلفة، حتى إنه اضطر يستأجر بيت. ليش؟ لأنه أصلاً باع بيته. بس هو بهي الحالة كان عم يلحق الشغف تبعه، كان عنده هدف، كان هو مآمن بهذا الهدف وكان مركز وملتزم وعنده الإرادة لحتى إنه هو يشتغل ويتعب لحتى يوصل لهدفه. واليوم بعد حوالي 10 سنين الشركات الثلاثة كل يوم بيفاجئونا بإنجازات جديدة، وثروة إيلون ماسك تتجاوز 13 مليار. لهيك قوم اطلع على العالم الحقيقي ودور على شو هو شغفك والحقه واوعك تتركه واعتبره ابنك الصغير، وخلي جوجل يصير رفيقك المقرب، واشتغل وتعب بقد ما بتقدر لحتى توصل على هذا الهدف.
And the biggest risk is not taking any risk. يعني أكبر مخاطرة إنك أصلاً أنت ما تأخذ مخاطرة. بزمانه عمه مارك زكربيرغ هيك قال. لهيك أنت خذ المخاطرة بإنك تعمل شيء مميز حتى لو أنت عارفان إنه هذا الشيء رح يفشل، لأنك رح تتعلم أمور كتير وأمور مختلفة كتير وأمور مستحيل حدا بهي الحياة يقدر يعلمك إياها. وقف للحظة واحدة وفكر، أنا مين؟ أنا مين بالنسبة للعالم؟ وأنا شو بقدر أعمل للبشرية؟ وأهم شيء بإنك أنت ما تخلي العالم تشوشك. انتظروا، تتذكروا إنه أنا قلت من أنا وعمري 9 سنين بلشت أتعلم برمجة؟ طيب ليش لهلا أنا ما بقول عن حالي مبرمج محترف؟ ليش؟ لأنه كل يوم رحلة التعلم بتبلش. شكراً.